بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم هذه في زيارة إلى بيت سي عمر الجازولي الله يرحمه برحمته الواسعة، وعزيت الأسرة ديالو، الأبناء ديالو، الأهل ديالو. وهذه في حق لحظة إنسانية لا يمكن إلا أن يعبر الإنسان عن 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 عن, عن, عن قلقه وعن حزنه لهذا المصاب الجلل الذي واكبنا فيه في الايام الاخيره المرض ديال سي عمر، يعني في العياده، الى ان توفاه الله اليه. رجل لعب دورا كبيرا ومهما في هذه المدينه من خلال ترأسه لمجموعه من المجالس، اخره مجلس ديال 2003، وهذاك الذي عشته معه يعني حقيقه يعني طوال 6 سنوات. يعني عرفته فيه الرجل الذي ينصت والذي يسمع والذي يوفق ويتوافق، والرجل الذي لا يستفز ولا يستفز كذلك. ويعني مواصفات ديال قيادة لمثل هذه المدن الكبيرة والقيادات الحزبية يعني التي تتحمل المسؤولية. كانت من الله سبحانه وتعالى يتقبلوا عنده ويرحمه ويغفر له ويتجاوز عليه، إنه ولذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذه الآية الكريمة نترحم على روح فقيدنا، فقيد مدينة مراكش، الحاج عمر الجازولي. هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الخلوق، هذا الرجل المعطاء، هذا الرجل الذي وهب حياته كلها لمدينة مراكش. وهذا الأمر هذا يعني لم يأتي من فراغ، فالآب نتاع الحاج إبراهيم الله يرحمه الجازولي كان رجل هذه المدينة وساهم بالشيء الكثير لفائدة هذه المدينة. سي عمر الجازولي الله يتغمد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. سي عمر أنا عرفته تقريبا واشتغلت معه في سنة 1992، وكنت أنا ذاك عضو في المجلس الجماعي عند دائرة رقم 8 رياض العروس بالمدينة، وكان هو في هيئة سياسية أخرى، ولكنه احتضني احتضان الأب لابنه. هذا الرجل هذا تعلمنا منه الشيء الكثير. سي عمر الجازولي يحب هذه المدينة حتى النخاع، يحب بلاده، يحب ملكه، يحب المواطنين، يحب الناس، يحب الكبير، يحب الصغير، يشتغل ليل نهار من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننعيل الأمة العربية والإسلامية والمغربية وفاة سيد عمر الجازولي الوطني المخلص الذي خدم بلاده بكل كفاله وبكل عزة نفسه وبكل إخلاص. فاليوم المغرب يفقد أحد رجالاته المخلصين. مدينة 7 رجال اليوم تبكي على هذا المخلص الوطني. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي كل الشعب المغربي، ونعزي خصوصا مدينة مراكش وأبناء هذا الوطن الغالي في هذه الشخصية الفذة التي عملت طيلة سنين بكل إخلاص وبتفاني وبخدمة الشعب وبخدمة الوطن وبحب الملك. ونعزي صاحب الجلالة في وفاة أحد أبنائه المخلصين عمر الجازولي الذي فقدناه، وسيوارى جثمانه الترى اليوم، ولا إله إلا الله وعزاؤنا واحد فيه. وشكرا لك. نفس دائقة الموت بتأثر عميق. فقدنا المرحوم سي عمر الجازولي رحمه الله كأخ وكمناضل وكصديق، وعرفنا عنه التفاني والتضحية والوفاء للصداقة. فعزاؤنا لعائلته الصغيرة والكبيرة. وبهذه المناسبة نطلب الله سبحانه وتعالى
أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يدخله جناته وأن يغفر لنا وله. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. كل نفس دائقة الموت، رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن اليوم ننعي جثمان الفقيد الراحل عمر جازولي، ننعي رجلا من الحجم الثقيل، من العيار الثقيل على المستوى السياسي وعلى مستوى تدبير الشأن المحلي. رجل ترك بصمة فريدة في مدينة مراكش، لا يمكنك أن تعرف قيمة عمر جازولي إلا حينما تشارك في تدبير الشأن المحلي آنذاك، تعرف قدرته على التدبير، تعرف قدرته على التفكير، على الابتكار، على الإجابة على الإشكالات التي كانت مطروحة على المدينة. كنا نأمل من الله تعالى بكل صدق رغم الاختلافات في التوجهات السياسية أن يشارك ولو من بعيد في تأتيت المشهد السياسي وفي يعني في 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 تحديده في الاستحقاقات المقبلة، لكن قدر الله هي الموت، فهي خسارة لأسرته الصغيرة وخسارة للأسرة الكبيرة وللمراكشيين. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يسكن فسيح جنته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للجنازة أنا راه ولد العائلة باش نتلقى أنا راه معاهم ملي كان مريض. قول يا سوني على السي عمر كي كبر، سوني على السي عمر كي كان تيتصرف، سوني على القلب ديال السي عمر، سوني على العقل ديال السي عمر، سوني على السي عمر كي كان تيتعامل مع الحاقدين. السي عمر كان راجل مزيان وكان راجل غيور على هاد البلاد، وكان السي عمر كان طيب. السي عمر انا اللي تنهضر لك عليه ما تنهضركش بالنسبه انا عمي هذاك السي عمر، ما تنهضرش بالنسبه، تنهضر انا كولد مراكش كمراكشي كمواطن. السي عمر خدم بهاد البلاد ومشى ومن قديم وفوقي دابا كان مجلس البلدي نتاع المدينه ومجلس الجماعي، راه لحد الان ما خدمش شي واحد بحاله، وراه لحد الان باقي المشاريع اللي كان داير هو باقي هما تيتموا فيهم. اما المشاريع الاخرين اللي تداروا مشيش، بعض المشاريع اللي دوك دارهم سيدنا ما دارهمش همايا، وباقي لحد الان ما دارت العداوه التنميه والو، ما داروا دوك اللي قبل منهم والو، وحنا راه هاد المجالس راه عشناهم ماشي تنجيو عليه. عرفت غادي يهضروا دابا الحاقدين هادشي تنقول، ولكن داكشي تيبقى سقوم هذاك، لانه هو ما تيشوفش تكون تيخدم سي عمر تيخدم على كلشي. سي عمر تيخدم على كلشي، وانت شي الناس اللي تحبوها هي دروك شتي هاد. حنا انا فيا السكر ما يمكنش نجي في الجنائز، واحد المجموع الحاج دمناتي حتى هو راه هكاك، ولكن الحب ديالنا السي عمر جينا باش نواسيو العائله ونواسيو الناس المواطنين ديالو، لان الناس راه عزاونا حنايا، لان السي عمر ضاع ماشي حنا اللي ضعنا فيه، السي عمر ضاع فيه مراكش كامله. ايوا الله يرحمو مسكين، الله يرحمو مسكين، وراه كان ديال الحسنات. راه الناس اللي ما تيعرفوا السي عمر، راه كاين السي عمر تيعرفوه غير في الجرائد ولا شافوه في التلفازه. السي عمر راه كان ديال المسكين، السي عمر خصو يشوفوه يقعدوا معاه. السي عمر راه لطيف، السي عمر تيجي لخاطر الدري الصغير وتيجي لخاطر الدري الكبير. ايوا الله يرحمو. هذا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.